والختم صلوا على الهادي سواء السبيل وعد تقوى الصلاح ومنهج الاعتدال. يا الله طلبناك تمنح من عطاك الجزيل والجود وتمدنا يا ذا الكرم والجلال، تجعل لنا معها القرات حظ جميل ونكون بالصف الأول من صفوف الرجال. يا مرحبا بروق المخيل محاز وانظر على شبه الجزيرة وسال في حفل وفى الخصائل جعل عمره طويل وعاد وفو الكرام والمرجلة والكمال. كل القلوب المحبة من قريب وزميل الكاد تهاني ابو ياسر كمال وجمال، عز الله انك وصلت ولا أهل الكرم والشهامة من قديم الليال، ربعي هل الجزل دايم ما تعرف القليل، الليال في الضيف يستبشر بطيب القبال. والياق الأطياد رجال في جانب المنوهين ينعش في ريح أهل يا صفي بصفر الدلال، والطيب ريح يدعب في هواها العليل. ثم الشباب والكرامة من كرام السبال، يا ماحل التمر يجنى من عذوق النخيل والشهد توه مصفى من خرايا النحال، ما مثله إلا المثايل صافية سلسبيل تبنى وتهدى لبو ياسر كريم الخصال. وادعو بعي أسعد الزوجين خل وخليل، رب كريم جمعهم تحت سقف الحرام، والختم صلوا على الهادي سواء السبيل وعد
التقى والصلاح ومنهج الاعتدال. Come on.
الله يحييكم على حشمه وتقدير الوطيم. الله يحييكم على حشمه وتقدير الوطيم. السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير جميعا. يا ابو ياسر هؤلاء زملائك من الطائف نحييكم ونحيي جماعتك واخوانك، جينا مباركين ومهنئين ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. عندنا عطاء، ان كان قل فاعذرنا، وان كان كثير فانت تستاهل وانت صاحب الوفاء. الله يحييكم، عطاكم وافي وانتم وافيين ومرحبا الف، حياكم الله. تفضل الله يحييك. تفضل يا الله، طلبناك تمنح من عطاك الجزيل والجود وتمدنا يا ذا الكرم والجلال، تجعل لنا معها القرى تحب وجميل ونكون بالصف الاول من صفوف الرجال. يا مرحبا هاي لما راحت جانا هرم فيه صياح يصيح، جانا هرم فيه
احنا لقوم مدها ما هو شحيح، افرح بضيف على الوفا لجاتها، افرح بضيف على الوفا لجاتها، احنا لقوم مدها ما هو شحيح، افرح بضيف على الوفا لجاتها، احنا لقوم مدها ما هو شحيح، افرح بضيف على الوفا لجاتها، السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. ابو ياسر الف الف مبروك، والله يكتبك الخير ان شاء الله باذن الله. معنا عظم زملاء مركز ميسان مبلغ 10,000 ريال، ومعنا بعض الزملاء، والف الف مبروك. مرحبا بالزملاء في شرطه ميسان على راسهم العبيد منصور الحصيني وجميع الزملاء، مرحبا الف، عطاكم وافي وانتم وافيين وحياكم الله. يا الله طلبناك تمنح من عطاك الجزيل، والجود وتمدنا يا ذا الكرم والجلال تجعل لنا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا كل دينه والرجال الشم للوفي يجوم.
ردت وفاة تنصر رجال اللي لهم قدر ومقامة، جينا معزة للوفي وربوعها القوم الحشامة، من كل ديرة والرجال الشم للوفي يجون. والثانية يا دعوة كريم الوجه مدخور الكرامة، واجب نجي يا من غلا يكملها الوفاء والزمالة بيننا وسلامتك. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. باسمي باسم خوياي دورة 1404 جينا مباركين ومشاركين يا ابو ياسر، ونقول لكم مبروك والله يجمع بينكم في خير. خوياك جو من جميع المناطق، معهم معونة ان كثيرة فتستاهلها، والقليلة جيتهم من جميع المناطق توفيها 15000 ريال. الله يحييكم، الله يمسيكم بالخير، الله يحييكم، عطاكم وافي وانتم وافيين. مرحبا ترحيب السيف تم، حياكم الله. يا الله طلبناك تمنح من عطاك الجزيل، والجود وتمدنا يا ذا الكرم والجلال، تجعل لنا معها القرار تحب وجميل، ونكون بالصف الاول من صفوف الرجال. يا مرحبا هاي لما راحت مروق المخيل، ما حاز وانطلق
الجزيرة وسال في حفل وفا الخصايا الجعل عمره طويل طاع الوفا والكرام والمرجلة والكمال كل القلوب المحبة من قريب وزميل الكاد تهاني أبو ياسر كمال وجمال عز الله إنك وصلت ولا بويت الدليل من يوم رسبت منهم ولا له مثيل نسيبهم والنعم عريب جد وخوال مروا سرد الشهيب مزبرين الدخيل أهل الكرم والشهامة من قديم الليال ربعي هل الجزل دايم ما تعرف القليل اليال فالضيف يستبشر بطيب القبال واليا قلب يد رجال في الجانب والطيب ريحه يدمع في هواها العليل ثم الشباب والكرامه من كرام السبال يا ماحر التمر يجنى من عذوق النخيل والشهد توه مصفى من خرايا النحال ما مثله الا المثايل صافي سلسبيل تبنى وتهدى لابو ياسر كريم الخصال وادعو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً. أبدأ بسم الله مستعيناً، راضٍ به مدبراً معيناً، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد أني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبدوا بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا متصلا بلا انقطاع أبدا. أيها الإكرام، أيها الحفل الكريم، حياكم الله وأحياكم، أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، تحية تعلو محياكم وتنتعش برياكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بمن حضروا جميعا، كلما هب النسيم لكل غصن يلثم، قامت ترحب بالحضور قصائدي كلماتها ألحانها تتناغم. هذه التراحيب قد زفت لكم طربا وأصبح القلب يرتع في نواحيها، هذه التراحيب لا زور ولا كذب أقولها ملء هذا الأفق أهديها. طبتم وطاب اللقاء بكم، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، فأهلا ألفا ألفا ومرحبا ضيفا ضيفا، فحياكم الله جميعا. أيها الحفل الكريم، أيها الحضور الكرام، باسم والدي الشيخ عوض الله بن محمد بن هديان الشهيب وأبنائه، وباسم أبناء الشيخ هديان بن محمد الشهيب يرحمه الله، وباسم خامس الطماسين من قبيلة الشهابة، نرحب بكم أجمل ترحيب. باسمكم جميعاً نبارك لعريس هذا المساء سعادة العقيد
حامد بن هديان الشهيد، ونقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير وإلى خير. أيها الحضور الكرام، ثم إن خير البدء آي من الذكر الحكيم يصدح بها على مسامعكم النقيب عبد العزيز بن عوض الله الشهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم، بارك الله فيك وغفر لوالديك. أيها الحفل الكريم، أيها الحضور الكرام، أجدد بكم الترحيب، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. يا مرحباً مرحباً، يا مرحباً بكم، يا مرحباً ذات تبذير وإسراف، وإن تكن مرحباً إكثرها سرف فليس إكثرها فيكم بإسراف. أيها الحضور الكرام، خاطرة ترحيبية مع شيخ خامس الطماسين الشيخ علي بن مقبول بن مستور الشهيب، فليتفضل بإلقائها. يا الله طلبناك تمنح من عطاك الجزيل، يا الله طلبناك تمنح من عطاك الجزيل، وتجود وتمدنا يا ذا الكرم والجلال، وتجعل لنا معها للقالات حظ جميل، ونكون بالصف الأول من صفوف الرجال. ويا مرحبا هاي لما لاحت بروق المخيل، وما حاز وامطر على شبه الجزيرة وسال، في حفل وافى الخصايل جعل عمره طويل، راعى الوفا والكرم والمرجلة والكمال، كل القلوب المحبة من قريب وزميل الك التهاني. يا ابو ياسر كمال وجمال، عز الله انك وصلت ولا غويت الدليل، من يوم ناسبت من هم فوق روس الطوال، الاد ثابت من الموافقات ارحامنا الله يحييهم، هم قبيلة آل ثابت من بني شهر، فحياهم الله عند عوانيهم. ألاد ثابت من عتيبة، ألاد ثابت بني شهر الظلال الظليل، مكرمين الضيوف موسعين الحلال، وهم ترى حظهم طيب ولا له مثيل، نسيبهم والنعم عريب جد وخوال، من روس الأد الشهيب مزبنين الدخيل، أهل الكرم والشهامة من قديم الليال. ربعي هل الجزل دائم ما تعرف القليل، اليالف الضيف يستبشر بطيب القبال، واليا قلط يدرج الفنجال بن وهيل، ينشعك ريحه ليصفي بصبح الدلال، والطيب ريحه يذعذع مع هواها العليل. ثم الشباب والكرامة من كرام السبال، يا محل التمر يجنى من عذوق النخيل،
والشهد توه مصفى من خلايا النحال، يا محل التمر يجنى من عذوق النخيل، والشهد توه مصفى من خلايا النحال، ما مثلها الا المثايل صافيه سلسبيل، تبنى وتهدى لابو ياسر كريم الخصال. وادعوا معي يسعد الزوجين خل وخليل، رب كريم جمعهم تحت سقف الحلال، والختم صلوا على الهادي سواء السبيل، راع التقى والصلاح ومنهج الاعتدال. وسلامتكم. وايضا نقدم لشيخنا شيخ قبيلة الشهبة الشيخ الفاضل الذي هو على رؤوسنا وهو الذي نعتز به صراحة في كل ميقاف، الشيخ دخيل الله ابن عواض ابن سالم، فليتقدم لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باسمي شخصياً ونيابة عن قبيلة الشهبة عامة وعن خامس الطباسين خاصة، نرحب بالضيوف الكرام الذين أتوا من كل مكان وشرفوا القبيلة وشرفوا أبو ياسر خاصة. ثانياً نبارك لأبو ياسر زواجه هذه الليلة، ونقول له بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما في خير. في الحقيقة أبو ياسر من الرجال الذي نعتز بهم، وهو رجل فاضل وكريم ومن رجال أكرماء، ونقول ونبارك له هذه الليلة، ونكرر الترحيب بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لشيخ قبيلتنا. أيها الحضور الكرام، أيها الحفل الكريم، نطرق وإياكم باب الشعر، فبداية قصيدة من الشاعر الكبير الشاعر لافي بن خلف الحساني، فليتفضل بإلقاء القصيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. في البداية نقول لأخينا وحبيبنا العقيد حامد ابن هديان الثبيتي العتيبي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون زواجا مباركا. ونشكر قبيلة عتيبة عامة والشهبة خاصة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ولا يستغرب عليهم فهم أهل لذلك. حضرت الليلة مشارك ومبارك لأخي وعديلي العقيد حامد، سأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وحضرت مع أرحامي بني شهر وخاصة بني ثابت. والقصيدة ما في الضمير أكبر ولكنها تعبير. أقول الليلة الشعر والميقاف على وعد، والشعر وقفت وفات تثبت حضور الرجال، أما حضوران يسجل لي ووقفه تسد، ولا بلا شتعب ما بين روح وتعالى. أقول الليلة الشعر والميقاف على وعد، والشعر وقفت وفا تثبت حضور الرجال، أما حضورا يسجل لي ووقفة تسد، ولا بلا شتعب ما بين روح وتعال، وأنا حضوري مشرف يا وجيه السعد، أخذ مجالي مع الشعار لا جا مجال، وريث شاعر في ميدان الشعر معتمد أبوي، عساه للجنة كريم السبال، وانا مع الشعر يا الاجواد روح وجسد،
روح وجسد ما تفرق صعبة الانفصال، أتعب لنظم الفرايد وانتقي واجتهد وسوقها للنشامة سوق صفر الدلال. يا ما تغربت لجله من بلد لبلد، ويا ما كسبنا من رجال الوفا راس مال. سلام من راس شاعر للوفا مستعد، أسرج خيول القصايد في هذا الكرنفال. رسمت من غيمة الإبداع برق ورعد، جسدت الإبداع في صورة تفوق الخيال. وشلون مبدع وأنا في حفلة ابني سعد العزوة اللي مواقفها تهز الجبال، وشلون مبدع وأنا في حفلة ابني سعد العزوة اللي مواقفها تهز الجبال. اللي وصل قالها الأول والآخر بعد، واصبح كلامه مع الأيام مضرب مثال. اسم الثبيتي يمثل نجم عالي صعد، شرف هوازن رجال الطيب في كل حال. عتيبة اللي تضد الخصم بالفعل ضد، وانشبت النار في الهيجة تروي السلال. وخص سمو الشهيب محللين العقد، ماضي مشرف وحاضر باقي لا يزال. في حفلة اللي نعد في المواقف سند حامد زبون العلوم الوافية والجزال، في حفلة اللي نعده في المواقف سند حامد زبون العلوم الوافية والجزال. كمل وجمل على سلم الوفا واستعد، بالرحب قابل ضيوف الحفل والاحتفال. عقيد شاعر ليعد النشام ما يعد، صامل وكامل ولله الكريم الكمال. شيخ على العز ميراد اللي ما ورد، حيث ما للحمول الكايد للجمال. شيخ على العز ميراده ليا ما ورد، حيث ما للحمول الكايد إلا الجمال. واخوانه حزامها اللي ما مشوا بالنقد، وعزاتها للشهيب موفيين الكليال. الليل ليلك ويزهك الفرح يا الأسد، مبروك مبروك يا الوافي كريم الخصال. ناسبت عزوة لها التاريخ قالوا شهد، عزوة بني شهر يا نعم النسب والرجال. ناسبت عزوة لها التاريخ قالوا شهد، عزوة بني شهر يا نعم النسب والرجال. آلات ثابت هل الوقفات ما تنجحد، وقفاتهم في ميادين الشرف والقتال. في الحرب فرسانها العدة وفعل ومدد، وفي الحسلم نعم الشيوخ ونهجها الاعتدال. أرحامي أفخر بكل علومها من الأبد، أفعالهم فوق راسي من طناخ عقال. أرحامي يفخر بكل علومهم للأبد، أفعالهم فوق راسي من طناخ أحقال. يكفي فخر أنهم أخوال لابني فهد، يالله تحفظ فهد وتعز كل الخوال. قلت وأنا من قبيلة، من قبيلة عز صيت وعدد، هذيل تاريخ عز وعز هذا الجلال. هذيل ما مثلها في الناس والكون الأحد، أحد الاسم يكفيك عن كثر العنا والسؤال. ما عليكم زود، هذيل ما مثلها في الناس والكون أحد، الاسم يكفيك عن كثر العنا والسؤال. وكل القبائل نعم والبني غير الهدد، في شرق في غرب ولا في جنوب وشمال. والله يعز الوطن ويعز حامل البلد، سلمان تاج الوطن للدار عز وظلال. والله يعز الوطن ويعز حامل البلد، سلمان تاج الوطن للدار عز وظلال. والختم صلوا عدد ممطر ودن الرعد، صلوا على المصطفى الهادي بهي الجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح لسانك أيها الحضور الكرام، أيها الحفل الكريم. قصيدة ترحيبية من الشاعر يوسف ابن محمد ابن هدين الشهيب، فليتفضل بإلقائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحييكم. يقول: بديت القصيدة باسم ربي عظيم الشان، وتوكلت بالله واستوت لي معانيها. هلا مرحبا باللي حضر حفلنا من شان، يشارك بفرحتنا ولبى مناديها. على شان ابو ياسر بغني وجر الحان، وبيوت الشعر باسمه كتبنا قوافيها.
ابو ياسر اللي بحروف الشعر تزدان، صرامي وله وقفات ماني بمحصيها، رعى الطيب والمعروف من ماضي الازمان، فعوله مع اهل الطيب ما حد يجاريها، زبون المكارم حاتمي وسيع بطان، زبون المكارم حاتمي وسيع بطان، ليجت زله من رفيقه يعديها، رعي مرحبا واهلين ما يعقد الحجان، يهلي بضيفانه ويفرح بطاريها، هذا هو عقيد القوم حامد بن هديان، هذا هو عقيد القوم حامد بن هديان، حلال الكرم والدايم على العز يبنيها، على البن الأشقر والكرامة وحي الإسمان، وعلى العود الأزرق والتراحيب نوحيها، على البن الأشقر والكرامة وحي الإسمان، وعلى العود الأزرق والتراحيب نوحيها، هلا مرحبا في حلة الجود والصفطان، ضيوف الوفاء والطيب باسمه نحييها، وبعد ما جمع ربي بني شهر والعتبان، بني شهر والعتبان من هو يوازيها، وبعد ما جمع ربي بني شهر والعتبان، بني شهر والعتبان من هو يوازيها، عسى الله يجمعنا على الخير والإيمان، وعسى الله قلوب الناس للخير يهديها، وصلوا على محمد عدد ما ذكره لسان، شفيع البشر يوم القيامة وهاديها. سلامتك. صح لسان شاعرنا. أيها الحضور الكرام، أيها الحفل الكريم، أما الآن مع قصيدة من الشاعر الكبير شاعر هذيل الشاعر حسان الهذلي، فليتفضل بإلقاء القصيدة. سلام واحضر ساعة الميعادي، واللي حضرت حضور ما هو عادي، أقدم الجزلة وأنا راعيها والنار ناري والزناد زنادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم جميع مشاركين ومباركين لأخونا العزيز وزميلنا الغالي أخونا سعادة العقيد حامد بن هديان، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير. أشكركم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. للأمانة أرحب في المقام لأني صاحب مقام عند أبو ياسر، أرحب بزملائنا الموجودين اللي تكبدوا عناء السفر وحضروا حقيقة من جميع مناطق المملكة، فهي فرصة سعيدة، ونقول الله يحييكم ويبيض وجيهكم في محل من حيابكم. إن برا حال الشعر وانكسر عظم الكلام من مواقيف الهزالة ومواقيف الزراء، يلا هني سد وجهك عن وجيه اللئام، والكلام اللي يجي لا ولا ولا برا، الشعر حاله ما هي مثل حالات الفصام، اكتبه واهديه للي سمع واللي قرا، يا سلام الله سلام مثل باب السلام، طاهر مطهر في الحفل ما يمسك سرا. لا انتم يا سلام الله سلام من مثل باب السلام، طاهر مطهر وفي الحفل ما يمسك سرا، حامد 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 هديان نادى وهو عالي مقام، يبشر بوقفه يبشر بوقفه تجمل مثل وقفه كرى، هو عقيد المجد وهو الذرى وهو الحزام، والعرب ما يجهلون الحزام أولى الذرى، إن مدحته ما لحقني على مدح وملام، وإن وقفت بموقفه ما شجوع ولا عرى، أشهد إن اسمه تعلى على عالم الغمام، وأشهد إن فعله يجمل مشايخ ومرى، أشهد إن اسمه تعلى على هام الغمام، وأشهد إن فعله يجمل مشايخ ومرى، في الشجاعة كان كف شب السيف الحسام، وفي الكرم كل ليلة تقول في بيته قرى، الله يهنيه من بعد ما نال المرام، والله ييسر له الخير، والله أكبر هو زميل وصاحب وهو حشيم من حشام، يعتزي باسم الشهيب ويعيش مقدرا، هو زميل وصاحب وهو حشيم هو حشيم من حشام، يعتزي باسم الشهيب ويعيش مقدرة، الشهيب اسم كما السيف قصاص العظام،
عزوة ترقى بالأمجاد في عال الذرى قلتها نايب عن أصحابنا الروس الكرام من حضر يسمع ويخبر بها اللي قرى قلتها نايب عن أصحابنا الروس الكرام من حضر يسمع ويخبر بها اللي ما درى كلنا الليلة حضرنا وهذا الحفل عام يجمع أهل الطيب والكفو ما يرجع ورا نحفظ الخوة وبند الوفاء والالتزام كل وقت وحين والصدق ما حوله مرى نجتمع في مجلس المرجلة في كل عام لأجل تجديد العلاقة وتوثيق العرى والسلام اختام والشعر هو مسك الختام وحامد هديان وافي وعين الله ترى وسلامتكم. صح لسانك شاعرنا. أيها الحضور الكرام، أيها الحفل الكريم، أما الآن مع قصيدة من الشاعر طائل بن دحمس الخديدي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. جينا مشاركين ومباركين لخوينا وزميلنا أبو ياسر العقيد حامد، نسأل في هذه الساعة المباركة أن الله يوفقه ويصلحه ويصلح له. أنا استسمح أبو ياسر فالقصيدة المقفاة سويت لي قصيدة مسيّلة للظروف الصحية، وإن شاء الله أنها تبيض وجهي وجهه من عوانينا بني شهر. والله يحييهم تراحيب السيل، واللي ما خاوى ولا زامل ولا رافق ولا نصى ولا راح وجاء مع بني شهر ما يعرفهم عن كذب. ولا أقول بيض الله وجهكم يا بني شهر الحاضر والغايب إلى يوم القيامة. والله يحييكم. يا لا 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 يا لا 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 طلبة الله تبدى والصلاة على النبي يزكى صلاة بعدها يا سلام الله على حفل زيزوم مسمى بن هديان حامد من قروم النشامى غانمين له مع أهل المدايح والعلوم الجزاير راس طايل الكرم والشجاعة والأخوة حفظ دستوره من ثبيت العريقة أهل من صاوها الراية وقاله وأهل قلت النهار الريعة الأقصى يعق الخاصمة من طمع في شناهم تشرب الطير من صافي دمه بعدها مرحبا يا ابني شهر يا عوانين الفهود يا اهل منسب يجمل يا ابني شهر عانيت وعتيبه يا لثابت لي يا قال العرب لثابت ثابتين يا قبائل رجال الحجر تاريخكم شيء يهول في جبال السرى الشامخة يعتلى شهري ذراها كل شهري يقون لنا المدايح وقاف راسي لها والتراحيب نثنيها لجمع القبائل فرض عين من تعنى وشرف حفل حامد وحامد راس ونعم بن هديان لا منه عزم ما يجيب الاستمان عادته ينتقيها كان هذه ولا غيرها يا يعني قلت نعم بالشيخ أبو ياسر لي قال قول يحتزم به راعي الفزعة اللي لا نصوها النشام قدها راعي الفزعة اللي لا نصوها النشام قدها يقول حامد مرحبا هاي يا ضيفان بلعاني الشهري ترحيب والعتبان كل القبائل مرحبا مثل نور بان يا مرحبا ترحيب من خاطر فرحان تملى السماء والأرض ترحيبة الصفطان ونزيدها عد المطر لا صدق مخيلة وعد النجوم اللي كسل أرض نورها عدى النجوم اللي كسل أرض نورها وسلامتكم اعذروني على قلها. بيض الله وجهك وصح لسانك. أيها الحضور الكرام،
أيها الحفل الكريم. أما الآن مع قصيدة الشاعر الكبير شاعر جار الله القرشي، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذا الجمع الغفير بالخير والمسرات. نبارك لفارس هذا المضمار في هذه الليلة سعادة العقيد حامد بن هديان السبيتي، ونقول له كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير. الحقيقة شرف لي كبير أن أشارك أخينا حامد بن هديان في هذه المناسبة الطيبة المباركة، وهذا الفارس الذي استطاع أن يتعدى الحاجز الأول. استطاع أن يتعدى الحاجز الأول، وإن شاء الله من يعني من حاجز إلى حاجز حتى يكمل جميع الحواجز هو وغيره. والحقيقة ما شاء الله معدد، هذه يعني الآن هذا الزواج الثاني، فنقول له بارك الله له، أسأل الله أن يطرح له البركة وأن يمتعه بالصحة والعافية ويذرى له الذرية الطيبة الصالحة المباركة. ونحث الباقين أن يحذوا حذو هذا الفارس فلا يترددوا ولا يخافوا. هذه مشاركة بسيطة. الحقيقة أنا ودي أن أنظم قصيدة كبيرة جدا، ولكن بيتين من الشعر بالطرق الجنوبي نظمتها وأنا على تلك الكرسي المقابل. أنا حقيقة ودي أنظم قصيدة طويلة كان بهذه المناسبة، لكن كما قال الأول يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ولكن نبغى نغير الروتين شوية ونبغى الجمهور يعني يتفاعل قليل حتى يتحركون، لأنهم شفتهم كأنهم يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 عن زمال أنا قلتها بالنيابة وأصحابنا نوفي مواجيبها يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 أبدأ بذكر الله رفيع الجلال أبدأ بذكر الله رفيع الجلال الله 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 أبدأ بذكر الله رفيع الجلال هو واحد متفرد بالكمال والحمد له والشكر في كل حال ثم الصلاة على الرسول الإمام المصطفى المختار خير الأنام عليه من أفضل صلاة وسلام اللهم صلِّ وسلم سلم من بعدها سلام ينصاف بيت من بعدها سلام ينصاف بيت أهل الشام والكرم بيت بيت أهل الشام والكرم بيت بيت
لهم في كل ميقاف صيت، قوم لهم في كل ميقاف صيت. جينا نبارك للعقيدة الزعيم، جينا نبارك للعقيدة الزعيم، ونشاركه من كل قلب سليم، ونشاركه من كل قلب سليم. شيخاً على علم الوفا مستقيم، شيخاً على علم الوفا مستقيم، عن زملانا قلتها بالنيابة، أصحابنا نوفيما وجيبا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا، وأصحابنا نوفيما. الحقيقة بني شهر أرحامكم، أنا أعرف أنهم يبغون على طرق اللعب، بني شهر نعرفهم ونعرف لعبهم. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. شوف ما شاء الله، نجيب لهم واحدة كذا هواوية. الشيخ أبو ياسر أبا أجيب لهم بدعو رد هواوية على طريق بن شهر. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ما ذقت نوما أبو طاهر يقول ليل سهرة ما ذقت نوما طول ليلي وأنا سهران مرتاحة جنوبي. يا لا 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 جنوبي طول ليلي وانا سهران مد. يا لا 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 نبت نوما ابو طاهر يقول ليلا سهر ما ذقت نوما طول ليلي وانا سهران مرتاحة جنوبي. يا لا 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 تنوما كيف برتاح في الطايف وقلبي في تنوما، وانت عذبتني بالحب يا ظبي الجنوبي. يا لا 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 جنوبي وانت عذبتني. الحقيقة ودي أشارككم لكن الحقيقة البرنامج يبدو أنه مرتب ومزبط، وإن شاء الله بإذن الله لا أشارككم بقصيدة ثانية لها قصة ولها يعني موقف، ودي والله أني أسمعها الجميع صراحة، لكن أستأذن الآن من صاح لسان الشاعر جار القرشي أبو طاهر. أما الآن أيها الحضور الكرام مع قصيدة مع مسك الختام مع الشاعر عطية ابن تيم المالكي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرنا مشاركين مباركين لخوينا وزميلنا سعادة العقيد حامد هديان أبو ياسر، ونعم الخوي ونعم المدير، ونسأل الله لها التوفيق وأن يبارك لهم وعليهم وأن يجمع بينهم في خير. عندي قصيدة مختصرة على العرض، وأبو ياسر مهما نقول فيه من قصائد ما توفي حقه، ولتمس المعذرة عن بعض أخويانا من مركز ثقيف كلا بظروفه. يا لا 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 يا سلامي عليكم يا رجال الشهيب، يا سلامي عليكم يا رجال الشهيب، شيخة وعيانة وفراد وبعيدة وقريب، الطماسينة الضيفة وكيفة وطيب، أهل شيمه وقيمه وأهل مذهب عريب،
جيت شارك وبارك عند علي مقام له بقلبي محبه زايده واحترام ابو ياسر كريم ومعدنه من كرام وعمامه واخوانه واولاد عمه عظام بن هديان له منصب ووجهان وجاه دايم بين القبائل عليا مستواه والحضور الغفير الشرف في رضاه والمذاهب عريقه من عتيبي وشهري ونعم بالنسيب ونعم من ناسبه يا لا 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 يا لا 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 ونعم بالنسيب ونعم من ناسبه والمعذرة على القصور. أيها الحفل الكريم، أيها الحضور الكرام، لعريسنا هذه الليلة كلمة فليتفضل بإلقائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً هلاً بالجميع، مرحباً بضيوفنا الكرام، مرحباً بعوانينا بني شهر، مرحباً بأنسابنا بني ثابت الذين شاركونا في النسب وفي الاسم. فنقول للجميع الله يحييكم، رفعت رؤوسنا وتكبدتم السفر والعناء، فحياكم الله جميعاً زملاء وأخويا وأنساب وقريب وبعيد، فحي الله الجميع، الله يحييكم ونشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحيي الجميع. أيها الحضور الكرام، أيها الحفل الكريم، بخالص الشكر والتقدير ووافر الامتنان ببالغ الحب وخالص العرفان، نشكركم على تشريفكم حفلنا هذا، ونبارك لعريسنا هذه الليلة. وفي الختام تقبلوا وافر احترامي وتقديري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن مع الأوبريت بعنوان فخر الطماسين. يا الله طلبناك تمنح من عطاك الجزيل والجود وتمدنا يا ذا الكرم والجلال، تجعل لنا مع هالقلات حظ جميل ونكون بالصف الأول من صفوف الرجال. يا مرحبا هاي لما لاحت بروق المخيل، محاز وانظر على شبه الجزيرة وسال في حفل وفا والختم صلوا على الهادي سواء السبيل، وعدت قوى الصلاح ومنهج الاعتدال.
بروق المخيط أحاز وانطر على شبه الجزيرة وسال في حفل وفا الخصال يرجع لعمره طويل طعال وفو الكرام والمرجلة والكمال كل القلوب المحبة من قريب وزميل الكات تهاني أبو ياسر كمال وجمال عز الله إنك وصلت ولا غويت الدليل من يوم نسبت منهم فوق رؤوس الطوال أهل الكرم والشهامة من قديم الليال ربعي هل الجزل دايم ما تعرف القليل اليال فالضيف يستبشر بطيب القبال واليا قلط يد وجال في الجارب ابن وهيل ينعش في ريح أهلي صفي بصفر الدلال والطيب ريحه يدعب في هواه العليل ثم الشباب والكرامة من كرام السبال يا محل التمر يجنى من عذوق النخيل والشهد توه مصفى من خلايا النحال ما مثله إلا المثاير صافية سلسبيل تبنى وتهدى لبو ياسر كريم الخصال وادعو معي أسعد الزوجين خل وخليل رب كريم جمعهم تحت سقف الحلال والختم صلوا على الهادي سواء السبيل وعد تقوى الصلاح ومنهج الاعتدال قصيدة مهداة من الشيخ علي مقبول الثبيتي للعقيد حامد هديان الثبيتي فارس هذه الليلة بمناسبة زواجه أداء المنشد طلال بن معيوض الشهيب يا مرحبا هاي لما لاحت بروق المخيل ما حاز وانطر على شبه يا قلط يد رجال في الجارب
ختم صلوا على الهادي سوى السبيل وعد تقوى صلاح ومنهج الاعتدال يا الله طلبناك تمنح من عطاك الجزيل والجود وتمدنا يا ذا الكرم والجلال تجعل لنا معها القرات حظ جميل ونكون بالصف الأول من صفوف الرجال يا مرحبا بروق المخيل محاز وانظر على شبه الجزيرة وسال في حفل وفى الخصائر جعل عمره طويل وعاد وفى والكرام والمرجلة والكمال كل القلوب المحبة من قريب وزميل الكاد تهاني ابو ياسر كمال وجمال عز الله انك وصلت ولا أهل الكرم والشهامة من قديم الليال ربعي هل الجزل دايم ما تعرف القليل اليال فالضيف يستبشر بطيب القبال واليا قلط يد رجال في الجانب ابن وهيل ينعش في ريح أهلي صفي بصفر الدلال والطيب ريحه يدعب في هواه العليل ثم الشباب والكرامة من كرام السبال يا محل التمر يجنى من عذوق النخيل والشهد توه مصفى من خلايا النحال ما مثله إلا المثايل صافية سلسبيل تبنى وتهدى لبو ياسر كريم الخصال وادعو معي أسعد الزوجين خل وخليل رب كريم جمعهم تحت سقف الحلال والختم صلوا على الهادي سوى السبيل وعد تقوى صلاح ومنهج الاعتدال Tomorrow.